رجل غالب فعله أنه يوتر بسبع ركعات، فهل في ذلك حرج أم الأفضل أن ينوع فتارة سبع وتارة تسع وتارة 11؟ نعم، الأفضل أنه ما يقتصر على شيء واحد، بل ينوع حسب الوارد، ينوع حسب ما ورد، وأيضا ما يسرد، يداوم على سرد الركعات بسلام واحد، بل تارة يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وتارة يسرد لا بأس. أما المداومة على حالة واحدة ويهجر بقية السنن فهذا غير سليم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل، ألاحظوا فيه تنبيه حول هذا، لأن بعض الشباب اللي يصلون بالمساجد برمضان فهموا غلطا، فجعلوا التراويح جعلوها من هذا النوع يسردون، أو التهجد في العشر الأواخر، فهموا أنه وتر كله فيسردونه بسلام واحد، هذا غلط. تراويح والتهجد هذا مثنى مثنى وليس وترا، وإنما هو تهجد وتراويح يؤدى كما هو، ما يسرد بسلام واحد. نعم.